رجعت الثورة من جديد. راجعيكم يا دولة الفساد والمفسدين، وين ترحون هالمرة من عندنا؟ تاريخ 1/5. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد بقناة الرافدين لسماع أراءكم وسماع أصواتكم وسماع مشاكل الشعب العراقي وقضايا الشعب العراقي وطروحاتكم اللي تردون تطرحوها عبر شاشة الرافدين. أي شخص حبي يتصل بينا، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة بمكان الخبر هذا. أدنى رقم مخصص للعراق، أرقام مخصصة إلى العراق ودول العالم. أيضا أدنى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. أنوه للسادة المشاهدين، أعتذر شديد الاعتذار من السادة المشاهدين، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، لا حد يزعل علينا. يوميا دا تجينا رسائل زعل وعتب أنه إحنا ما دا نستقبل اتصالاتكم على برنامج الواتساب، ما أقدر أستقبل أي اتصال بسبب كثرة الاتصالات حول قضية المعتقلين وقضية المغيبين وقضية السجون والسجناء. اليوم حلقة اليوم راح تكون عن هذا الموضوع. المعتقلين هواية، المعتقلين بالعراق آلاف أو مئات الآلاف، معتقلين بالعراق نتيجة قضايا كثيرة، منها من مثل ما بلغونا بالاتصالات، يا أما تكون مشاجرة عائلية وتتحول إلى أربعة إرهاب نتيجة شراء ذمة المحامي أو المحقق أو القاضي حسب. أيضا مشاجرات للدفاع عن العرض والشرف تحول إلى أربعة إرهاب مثل ما بلغتنا البارحة إحدى المتصلات. أيضا قضايا تخص يعني حقد دفين بين شخص وشخص آخر، يبيع نفسه ويبيع جيرانه أو يبيع أهله أو يبيع صديقه نتيجة هذا الحقد، ومخبر سري يخبر عن شخص هو بريء من تهمة ما إلا دخل بها، يعتقل يعذب يعترف هذا الشخص نتيجة التعذيب اللي يشوفه داخل السجون العراقية، يحاكم محاكم صورية. وأغلب المحاكمات اليوم بالعراق هي عبارة عن هيئة قضاء قاعدة، الحكم جاهز عندها، بس يطببوا لها المتهم، تباوع بخلق دقيقتين، تصدر الحكم وتقول لا الله وياك. يعني المحاكمات غير أصولية، طرق التحقيق غير أصولية، طرق إلقاء القبض بالعراق أيضا غير أصولية، الأدلة والبراهين بالعراق غير أصولية. أي شيء يخص قضية المعتقلين وقضية السجون وقضية المحاكم والقضاء الأعلى أو المحاكم العراقية الجنائية والشرعية وغيرها اليوم غير أصولية، نتيجة أنه أولا تعتمد على اعترافات تحت التعذيب، ثانيا تعتمد على اعترافات بمخبر سري بدون دليل، تعتمد على أشخاص ما لهم دخل بالقضاء، تعتمد على أشخاص غير نزيهين وغير كفؤين في سير العمل المهني، محاميين مع اعتزازي إلى الشرفاء من المحامين والقضاة، لكن محامين كثيرين يعني يشترون ذمتهم، يحول القضية على الشخص اللي هو دا يدافع عنه وهو موكل إليه. أم مصطفى من ديالى ويانا أول اتصال، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عيوني أنا عندي واحد معتقد ابني، والله العظيم ما عنده شيء، بالأمانة جاي يشتغل على باب الله اللي اسمه وخله وكل الأشياء عليه، ويقول يما والله ما أعرف أنا من أروح أقابله، يقول والله يما أنا ما أعرف على ويك أنا لا أسميني، جنون يعني على ويك كله والله يا أبا ما أدري. زي أم مصطفى وش قصر له بالسجن؟ راح يطلع عيوني 5 سنين محكوم بالعجاب، وانا يزوج اني والله انا بلاتي والله طلعت ولا اكل لا تروح ما تنساني والله كله كان عنده والله. ما بلغوك يعني المحكمه او المحامين انه انحكم اعدام على شنو؟ ما يعرفون، يقول لي ها هو ما اعرف راح يكون علي القاضي ما يحسي، لكن حوزني القاضي حتى متناسلين من عنده وحتى المريه قالت يسوي القاضي يقبل، يقول لي علي من تتناسلين على داعش
وتقول قاتلني. اذا اربع ارهاب يعني التهمه مالته. اي والله اي والله والله تخيل والله العظيم زيد اموت الله عليك راسك ولا شوارك سوونا حيل عيوني يا مواليد هو ابنك الله الله يحفظه ان شاء الله. عن 93 مواليد 93؟ اي والله نعم زيد اموت من وراء والله العظيم زيد وراء شواربك عيوني انا رحم ماكو ماكو هني الغيره العراقيين تدخل بهبوب أربع أشهر لا شايفته لا أبد والله حد يأكل مراتي ما يعني مات. يعني ابنك من اعتقلته القوات العراقية كان عمره 22 سنة. إي والله متخرج؟ ألو أم مصطفى متخرج ابنك؟ إي والله خطير من سادس إعدادي. سادس إعدادي نعم نعم والله الله اكبر الله اكبر يا اهل الرحى ماكو غيره انا اشد العراقيين عندهم شوارب يعني هم شنو هداكم عندهم شوارب عندهم شوارب انتم تخافون من الله كله انت يا محمد يا محمد يا حلبوس انت ما تخاف من الله زين يصنع عفو العام يصنع ربعهم ودي خايبه واقعين كل والله العظيم راحت عليهم يقول لي صيني 50 دفتر يعني خمس دفاتر. نعم نعم. والله أنا خمس دفاتر شو يسوي لك زين؟ أم مصطفى إذا تسمع. يطلعونه على الجهاز. يطلعونه؟ إيه على الجهاز مش مدري. هذا من اللي قال لك هذا الشيء؟ محامي وضابط. محامي وضابط. يقول لي كل شيء يقول لي هو شنو يعني سني وشيعي قلت له احنا قلنا يعني ما فرق احنا قلنا واحد يقول لي روحي روحي روح اشتري فلوسي تعالي. والله من الرحموات يا باقي سلاح حجاج والله لا في يوم ما خلانا نصب نفر عن حدر الشوت ما بدي استعلامات بس تكون طيب. والله العظيم وصلت وصلت الرسالة وصلت وصلت الرسالة مصطفى لكن يعني اللي يثير الحفيظة هنا بالقضية أنه شاب عمره 22 سنة يلقى القبض عليه صار له 5 سنوات بالسجن انحكم إعدام أمه تقول ما أعرف ليش انحكم إعدام لكن حسب ما التهم وصل إلى تقول 4 إرهاب شاب بمقتبل العمر ينحكم إعدام بس ورا ما ينحكم يجي المحامي والضابط يطلب 50,000 دولار حتى يطلع لها ابنها أدري إحنا وين قاعدين هذا يا قضاء زين منو اللي عنده صلاحية إنه يلغي حكم إعدام أو يطلع عفو عام عن هذا الشخص بحيث إنه بخمس دفاتر يقدر يشتري لها العفو ويطلع لها ابنها من حبل المشنقة أردفتهم هذا يا محامي ويا ضابط وهم إلهم صلة بالمحاماة وبالقانون وهذا الضابط صحيح خريج حسام من بريطانيا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام طيب إن شاء الله حبيب قلبي الحمد لله يسلم قلبك إن شاء الله تحية لكل العراقيين الطيبين الشرفاء والله يكون بعون الأمهات وزوجات المساجين وأولادهم أسأل الله أنه يفرج كربتهم يعني إن شاء الله قريبا بإذن سبحانه وتعالى نعم. يعني هذه مأساة مأساة هذا البلد ذول الحكام ما عندهم رحمة نهائيا يعني. المهم الله إن شاء الله ينصر الحق ينتصر قريبا حقيقة الموضوع حبيت أتكلم معك ما عندي بث اليوم على ما يوصلني بث بريطانيا على القناة بس حياك موضوع الله. الجواب أبو إبراهيم خبرك البارحة وقبل كم يوم على موضوع المجاري مياه المجاري. أي نعم أبو إبراهيم من قضاء من ناحية جبلة من محافظة بابل. أي نعم هذا موضوع حقيقة خطير جدا يعني أنا أعتبره أصلا يعني أخطر من جرثومة الكورونا كورونا تصيب 2-3 لكن هم هاي الناحية معناها يعني كلها معرضة إلى خطر كبير لأنه تعتمد ما أعرف كم هو مسألة الحجم إلقاء النفايات في هالمنطقة هذه لكن أو مياه الصرف الصحي نعم نعم الحقيقة خطر كبير صحي كبير على المنطقة نفسها لأنه الغاز غاز الصرف الصحي هذا اللي هو اسمه كبريتيد الهيدروجين هذا غاز خطير يسبب أمراض كثيرة يعني أكثر ما يسبب احتقانات بالعين، احتقانات بالبلعوم، وإصابات بالرئة، وضيق نفس، وصداع،
وغثيان واشتعالات نعم نعم تقيؤ ويأثر على القلب وعلى الكبد أيضا. يعني مسألة خطيرة. أنا أعتقد من أحسن أبو إبراهيم ومجموعة من أهل القرى يسوون يعني طلب شكوى إلى محافظة بابل، يرفع إلى محافظة بابل ويرفع إلى وزارة الصحة، لأن هذا مسألة خطيرة صراحة. هو بين لنا البارحة أبو إبراهيم باتصال يقول إنه إحنا رحنا إلى محافظة بابل، قدموا شكوى إلى المحافظة، يقول لكن الشكوى اجى واحد من البيئة بمحافظة بابل وطب إلى الناحية، يقول افتر بسيارته وطلع، يقول كل شيء ما شفنا من طب إلى أن طلع، فهم ماشيين بهذه الإجراءات. لكن المشكلة يقول إنه هاي مو أول مرة، هم قدموا أكثر من شكوى وأكثر من يعني من طلب حول هذا الخصوص. عزيزي أفل على اقترح على أبو إبراهيم أنه يأخذون صور للسيارات اللي تيجي ترمي هذه المياه الصرف، يأخذون صور لها ويروحون يشتكون عند الشرطة. لازم وأيضا يرفعون الدعوة إلى النائبة أو النائبة المسؤولة عن منطقتهم. المهم هذه شغلة مهمة جدا. يعني حتى ممكن حالات وفاة تصير حسب منظمة الصحة العالمية، هذه ممكن تؤدي إلى تجمع مياه في الرئتين وإصابات بالقلب والكبد، وتؤدي إلى مرات إلى يعني إغماءات وإلى غثيان. صحيح. بس اقترح على أبو إبراهيم شيء بسيط وبسيط، إذا بالبيت ببيوتهم ممكن يحطون هذا العود البخور، يعني أقلها يشغير شوية الريحة. نعم شكرا يعني. لك أخ حسام. بالإضافة إلى العوارض الصحية البشرية أيضا، يعني بها أوبئة، بها أمراض، بها انتشار إلى حشرات ضارة، بها انتشار كثير من الأمراض اللي نتيجة وجود الأوساخ والنفايات في مياه الصرف الصحي، وأيضا تأثيرها على مجاري المياه العراقية والأنهر، تأثيرها على الحياة البيئية داخل الأنهر. يعني هي كارثة بيئية صحيحة، وعفوا كارثة بيئية كبيرة ونتائجها خطيرة. ودي يشوف العراقيين السموم اللي تصير بمجاري الأنهر نتيجة رمي مياه الصرف الصحي بها. أبو زكريا من كركوك حياك الله. الله يحفظك أمي، يحفظك ربي يا رب. أسد. والله أسد أبني أسد. سلمك ربي على وسامي بريطانيا، وزار قاعد بريطانيا دافع العراقيين المتاكين. نعم. شنو حقوق المرأة مثل هذا؟ هاي حركة مثل ملاك ملك ما ادري شنو اسمها، وين صارت قضيتها؟ وين صارت قضية المتظاهرين فوق ال 1000 واحد قتله وال 30,000 جرحى؟ وين صاروا هاي المشاكل يا ابني اسد من الاسد؟ بس اشوف قضية هذا الملاك حركة نرجع ويكتبونها بالكيف الله وما حد ما يطلب فيها. نعم. حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، المرأة فقيرة، يعني حقوق الأمرأة في العراق ماكو لا حقوق لا شيء، لأنه هذا الرجال عايشين في الشرطة وحكومة النزع. نعرف الله يعافيهم، نعرف الله على كل الجهات، نعرف الله على الإيران، نعرف الله على حزب الله، نعرف الله على مقدار الفطر، نعرف الله على كل واحد حكم بالعراق من 2000 كان لحد اليوم. الله ينتقم منهم بجاه رب العالمين. وانا فايز بالقران بعد بطول، بالقران بدون بطول. خلي الخبز كل يابس ومي على الطريق. ان شاء الله حبس حركه العراقيين الفقراء المساكين العراقيه للاسف. ياخذ عوامل المنيج حكومه منيج من الشيخ الطائفيه الايرانيه الكبره. الله يحفظك يا ابني. شكرا 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 لك عمي ابو زكريا، وربي يرفع عنا هذه الغمه ان شاء الله يا رب العالمين. ام قيصر من محافظه نينوى تحديدا من مدينه الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك يا ابو حاتم؟ هلا بيك يا ابو.
أنا عندي معتقل من 2017. نعم. أي صح. اعتقلوه من تحت هاي مال أول ما نزحنا. نعم. تحت حمام العلي. نعم. 15 يوم بالجمل وأنا أسمع عندي شيء. من مخيم قصدك من مخيم حمام العلي لو من المدينة؟ نعم. لا مخيم حمام العلي. نعم. ما راح ولا نهار، لو رايح معاهم نهار واحد والله ما تبع وراه. بس يعني والله يعني أم قيصر حتى نفهم الصورة واضحة، أنتوا طلعتوا من الموصل ونزحتوا إلى حمام العليل وطبيتوا المخيم واعتقلوه داخل المخيم. لا إي داخل الساحة مال الاستقبال. طيب. إيش قد عمره؟ الله يخليه. مواليد 94. مواليد 94، يعني حاليا 26 سنة، نعم. جو مصادر خلاناهم ورانا جارين ولد عمه ولد عم ابوه عداوه بيناتهم وخلاناهم ورانا احنا عبرنا عزيز ظلينا 15 يوم بالجمل وناس ومن عبروا هم خبروا علي وجوا على الامن الوطني وخذوا. طيب سالت الامن الوطني وين هو؟ اي هو سبا الناصريه محكوم اعدام. على شنو الحكم اعدام؟ هذا اعترف قدامهم انه مع الدواعس، بس والله عنده شهود وعنده مستحمي داني كل مره ارجع عليه عنده كل، وانا ما عندي امكانيه لا اقدر اقدم محامي ولا عندي احد ولا وهو الوحيد يعني هو الوحيد لي بس. نعم. هم ولد عم ابوه هم رحت على بالتحقيق لما اخذوه الضابط قلت له قيصر ايش عنده؟ قال والله ما عنده كل شيء لا بحاسبه ولا عندي شيء ولكن ولد عمه هم اخوه. ولد عم ابوه هم اخوه قال لي. نعم. والله يا ابو عداوه شخصيه. رحت واجهته بالسجن. يقول يما عذبوني صار عندي مرض سخاينه. وروني بالنار مستشفى القلعة بغداد سازمين وبعدين حولوه على الناصرية وحكموا اعدام. نعم. قلنا لله وحسبي الله على كل ظالم. والله لا عندي اروح اواجهه ولا عندنا امكانيه ولا عندنا راسي ولا. نعم. وظل عنده اخ صغير يعني اتعوحد لا هين وهين. نعم شكرا لك ام قيصر. عندي من محافظه دياله هادي، حياك الله يا هادي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. رمضان كريم علينا عليكم. الله اكرم. الله يعزك ويوفقك ويبارك فيك ويبارك بعمرك يا رب. استاذ العزيز دائما ذاك اليوم ها يعني شلون يعني مثل ما يقول استاذ عراقي من السلف قاع من الامريكان. الامريكان ما لا كمامات الجيش العراقي بطاقته يخافون من كورونا. الامريكي ما يخافون من الكورونا. والضباط العراقيين لا كمامات. نعم. الضباط العراقيين لابسين كمامات الضباط العراقيين. زين. والامريكي واقف يمهم ما لابس كمامه. يعني الامريكي ما يخاف من الكورونا والضابط العراقي يخاف من الكورونا. طيب. الاستاذ العزيز هذول البرلمان. اي هذول انت تقديق الكوستر. هم كانوا جايحين في البلد. والتمبو على تحت الحكم وما يطلعون الا ما يستحيون في الشوارع هذول الا يطلعون. تفضل عزيز. نعم. الو وياك. هسه مخلين تسجيل بالشوارع بالسيطرات. سيطرات على اللوريات، في اولى اللوريات ما بس فيها يعني تسجيل هذا اكو سيطر هنا مال قريب تقريبا من لوري 150 سيطره على طريق كركوك تاخذ 25
يعني تسريب بالشارع تسريب، والله ما وين نولي ما ادري وين. استاذ بكر من اذاعتكم الشريفه الناطقه باسم الحق، وصل صوتك. وصل صوتك، وصل صوتك اخ هادي. مشكور استاذ. شكرا، شكرا لك. نعم. شكرا جزيلا لك ابو فيصل. عفوا هادي، عندي ابو فيصل من السعوديه، حياك الله. ابو فيصل مساء الخير، كيف حالك استاذ فيصل؟ مساء الانوار. تحيه لك، تحيه تقدير واعتزاز لك وللقناه وكادرها الطيب والشعب العراقي. حياك الله اخوي العزيز. ابقاك الله استاذ فيصل. هذه بالنسبه للعراق استاذ مش ارهاب، مشاجره يكون ارهاب، يعني هذا عجيب غريب. دوله عصابات. الصوت ليس بالدوله مع الاسف، الصوت بالشعب ما تحرك كامل، لو تحرك كان مرضى يسقط هذا. النوب جايبين مرشح لمصلحه الميليشيات، الشعب العراقي من اول المظاهره هم رافضين الاحزاب هذه والميليشيات. النوب جايبين لك واحد مصطفى الكاظم، مصطفى الكاظم لن يدير بلد كبرى العراق، لازم يكون في رجل صح، ما يجيبوا لهم واحد من الميليشيات حاطين لك مصطفى الكاظم. مصطفى الكاظم ايش عنده من الانجازات؟ هو رئيس استخبارات كل عمره، لم يقبل على اي مجرم، الناس يعني فاشلين. لابد من ثوره، لابد من ثوره الشعب العراقي، ثوره يقوم كل الشعب حتى يسقط هذا النظام وهذا البرلمان، وحل البرلمان واعلان حكومه طوارئ انقاذ للبلاد. وتحيه لك. شكرا، شكرا لك ابو فيصل. عندي من الموصل عبد، حياك الله يا عبد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي سعاني صار لي نازح 4 سنين مخيم الجياره متابع للموصل جذعه 5. نازح، نعم. نطلب من الحكومه يرجعونا الى مناطقنا، الى ناحيه المحلبيه بين الموصل وتلعفر، ونريدون يعوضونا ويرجعونا لبيوتنا. بيا ناحية أنتو؟ ناحية المخلدية. مخلدية. إيه. نعم. إيه والله. إيه. قل لي أخ عبد، يعني أنتو بمخيم الجيارة، يعني خلال هال يعني الأزمة، ما الأزمة كورونا، اجتكم وزارة الصحة، اجتكم جهة طبية، اجتكم اي يعني جهه من وزاره الصحه سوت فحوصات، نطتكم علاج، نطتكم مساعدات صحيه للحفاظ على حياه الناس بالمخيم لو لا؟ والله ما وزاره الصحه ما جت علينا، لا ما جت علينا، لا جابوا لنا علاج، لا شيء، ما في ولا كل شيء. نعم. ايه وقاعد يجيبوا لنا ايادي الرحمه، ايادي الرحمه ينطونا فلوس، كل نفر 11,000. نعم. اي ويوزعونا على المول، يوزعونا يعني يجيبونا مواد كلها تعبانه ويحسبونا بسعر غالي، واحنا ما اذا ما تاخذ من عندهم حقك يسقط. هاي من هذول؟ هذول يجيبونا يا ذا الرحمه مساعده، يبيعونا مواد يعني. نعم نعم. اي وما فرد مره يعني يحسبونا لنا غالي، يحسبون لك كيس الطحين ب 22,000 وبرا ب 14 15,000. نعم. والشكر ب 40,000 يحسبون لنا 50 كيلو. والطبقه البيض يحسبونها لنا ب 6. نعم. واحنا نطالب الحكومه تعوضنا وترجعنا لبيوتنا، ما نريد يعني نضل بالمخيمات. ان شاء الله. بيوتنا واقعه، يصلحون لنا بيوتنا، شيء يركبونها لنا ويرجعونا نريد. ماشي، وصلت رسالتك اخ عبد. رسالة من نازحي مخيم الجيارة في محافظة نينوى إلى الحكومة، إن كانت المحلية في المحافظة أو المركزية في بغداد، لضرورة الإسراء وإعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية. عندي اتصال من الموصل أيضا، أم عبد الرحمن، حياك الله. أم عبد الرحمن تسمعيني؟ خويا هلا بيك اختي، تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، اذا امكن تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. انا على مود المعتقلين اخويا. نعم. عندي نعم. 2 معتقلين. نعم. واحد زوجي واحد ابن عيالي. وواحد محكوم 15 سنه.
نعم. واحد محكوم اعدام. زوجك يعني زوجك محكوم وابن عيالك محكوم؟ زوجي محكوم اعدام. طيب شنو التهمة؟ ولا محكوم اربع ارهاب والله اخويا، ولا هم ارهاب ولا كل شيء. من وين اعتقلوهم؟ اعتقلوهم بالحمام علي. بالمخيم همينه؟ اي والله من المخيم اخويا، على مود المخبر السري. وهاي صار لهم اربع سنين والله. اي والله. نعم. واحد زوجي عنده اربع اطفال والله. نعم. والله ما عندنا مصر تودينا، ومخالتنا تعبانه والله، وبتي طالبونا بالعفو العام. نتوسل لكم اخويا قناتكم. نعم 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 اختي العزيزه. وانا شكراً أخير. شكراً لك أم عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بعد الفاصل هو تشييع رمزي للشهداء في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار. عندي اتصال من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله قدامنا أستاذنا المحترم. أولا أستاذي بالنسبة إحنا نتحدث بحرية الرأي والديمقراطية والشفافية. أولا لا يعتقل أي إنسان إلا بجرم، مثلا جرائم القتل أو المخدرات نحن لا نتحدث عنها، نحن نتحدث عن ناس ظلموا ظلما عظيما يعني، لكن إحنا نتساءل عن من عذب بقسوة، عذب بقسوة معتصمين ومحتجين يطالبون بحقهم، وكذلك السري يجب أن يحاسب حسابا عسيرا على ظلمه. كذلك يجب محاسبة المخبر السري ويحاسب على جرائمه بالتجني والافتراءات. اتهم للمظلومين الأذرياء. وآخر الكلام ابعد عنا كل هم وآلام وأحزان. تحياتي لك يا أستاذ. حياك الله المخبر. حياك الله، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك أخ سعد. أم مريم من محافظة تأميم كركوك، حياك الله. الله يحييك أخويا وحيي قناة الرافدين، والله يحفظ قناة الرافدين. يسلمك. أو على قناة الرافدين صوتنا ما يوصل أحنا، وإن شاء الله صوتنا يوصل، وإن شاء الله حق كل مظلوم ما يضيع. اللهم آمين. الله يفك أسر سجنائنا المظلومين، سجناء العراقيين، وحي هاي الثورة الشبابية، وإن شاء الله ذولا يرفعون اسم العراقيين ويأخذون حق كل مظلوم، حق كل مرأة مظلومة، حق كل طفل مظلوم. وحي كل المتصلين، وترحم على الشهيد الشيخ حارث الظالي، وتحيي العم أبو زكريا، وإن شاء الله العراق يرجع مثل قبل.
وان شاء الله نظل احنا كلنا اخوان وما في طائفيه بيناتنا، بس خلي العراق يتوحد، كافي طائفيه، كافي ايران وامريكا يضحكون علينا. بس احنا شبينا ساقطنا، العراق ما لي ظلم حتى يجون ايران يحمون العراقيين. اي والله عيب عليهم، عيب على كل واحد حاط شوارب وغيره يحكم بينا، والله عيب. كنا نايمين يوم ثاني الكيف جسكم مكاس عاد، العراق شو قال بيه؟ شكرا شكرا لك ام مريم. ام علي من عاصمه الرشيد بغداد، حياك الله. الله يساعدك استاذ الصين ويساعدك يا رب، تفضل. يوم تدول قلبك يوم يا بعد عمري، انا اشكر صوتكم، اشكر قناتكم الشريفه اللي دا توصل صوتنا واجبنا يا بعد عمري. استاذ نروح مواجهه، قال لهم ثنيان وخميس تجيبون ما ترانسفير. نعم أم علي، يبدو أن انقطع الاتصال ويا أم علي، أتمنى ترجع حتى نفتهم شنو اللي يقولوا الهياب بالمواجهة. أم إبراهيم من الموصل، حياة الله. حياة وسبقة، هلا بيك يا أم. والله يا والله إحنا مخيم الحمام. نعم، طالب الحكومة تعوضنا ونرجع لمناطقنا. نريد نرجع لمناطقنا، ويدفعون الهراء هالأرانب، الأرانب حريمة دواء، حريمة دواء يعني شنو ذنب؟ شنو ذنب من حريمة دواء؟ إيش ما ينطون شيء؟ ما دام نسوى نشتري وسوى ورث طلع، يدور الثالث تعويض، يدور يرجع على مناطقهن وأطفالهن، وهنا يطولنا مول ثلاث نفرات ما يسوون في المول، يشتركون يطحين ما تشتري كل شيء النوم منه. ما يكفينا، ما يكفينا ثلاث نفرات، ما يكفينا المال والله يا بهدلين ومتنا وهلكنا، ندور التعويض وندور نرجع لمناطقنا. نعم، العراقيين متنا وندور الحكومه بس تعوضنا وترجعنا لمناطقنا، ويدحجون الهرامل عندهم اطفال. نعم، سلامتك يا عم. شكرا شكرا يوم، شكرا شكرا لك. زينب من بغداد، حياك الله. زينب السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اني عندي اخي معتقل في احد سجون بغداد، فاطالب بالعفو العام عن السجناء المظلومين، واني احد اختي المظلوم في سجون بغداد، واني وحيدة لأخي، وعندي أخي مجنون، عندي هو إن الوحيد الأخ، وإحنا أربع أخوات، وهو هسه إحنا كلنا وأمه وأبوي مريض، أمي وأبوي وأمه مريضين، وإحنا حايرين وشون نجيب العيشة، أمنا وأبونا كلها والله مريضين، وما عندي أي واحد أخوات. زينب زينب زينب، بس حتى نفهمها. نعم، القضية مضبوط. أنت يعني حسب ما فهمت أنتوا أربع أخوات وأخ، واخوك معتقل بالسجن، وابوك وامك مرضى، صحيح؟ انا هو اللي معيشنا. زين، ايش قد صار له بالسجن؟ هو عنده سنة. صار له سنتين. من وين اخذوه؟ من يمن. نعم، من وين؟ اخذوه، ظل له سنتين بالسجن. من وين اخذوه يعني؟ من يا منطقه؟ شنو التهمه مالته؟ عنده تنازل واخذوه عنده مشاجره. ها، مشاجره. زين، حكم له ولا؟ اي نعم، حكم. ايش قد الحكم؟ مؤبد. نعم، الو، وياك اي، وهو تنازلوا عليه ونحكم مؤبد، وما عندي واحد يطلع، واني وحيده الام وابوي واخواتي كلهم متزوجات، ويردون دفترين ويطلعونه بالتمييز. يردون دفترين؟ نعم. اي ويطلعونه، وماكو عود. اعتبرنا العفو العام يطلع هو بالعفو، اقصد بالعفو الخاص، ما طلع مشي مال العفو. فريد عفو عام، أرجوكم أبوس إيدكم، أطلب من المرجعية الشريفة أبوس إيدكم، والله ما عندي أقمت هو الوعيد. لا إله إلا الله.
نعم. شكرا 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 لك اخت زينب. انا اريد افهم قضيه واحده بس، شنو قضيه المشاجرات؟ شو كل مشاجره حكمها مؤبد واعدام؟ يعني اللي يقتل بالمتظاهرين واللي يقتل بالناس واللي يسلب واللي يخطف واللي يعذب، شو ما سمعنا واحد بيهم انحكم سنه بس يطب له واحد بعركه يطلع له بمؤبد؟ هاي مدى افتهمها انا هاي القضيه. ولا اذكر في يوم من الايام ان المشاجره وصلت الى محاكم. هاي البشريه ايش قد بها ناس، ايش قد صارت مشاجرات بين الناس، مو بس بالعراق، بكل العالم اكو مشاجرات. ما اذكر في يوم من الايام طبت على محاكم والله اكو عركه بين اثنين او بين ثلاثه، عم عركه بين عائلتين. هدى عشائريه كانت تصير وما يطبون محاكم. بس صار دفتهم شنو سالفه المشاجره وعنده تنازل وين حكم مؤبد؟ والاخت البارحه اتصلت بينا تقول ابنها همينا بمشاجره عائليه بعرس والقضيه قضيه شرف، حولوها مشاجره، حولوها الى اربع راب وانحكم اعدام ما ادري مؤبد. شنو فيلم القضاء العراقي؟ بس فهموني القضاء، انتوا شدا تشتغلون؟ علوه انتوا بعلوه جميله قاعدين تشتغلون، تبيعون طماطه وخيار لو تلعبون بارواح الناس. دفاع عن العرض ينحكم مؤبد، مشاجرة ينحكم مؤبد، واللي قاعد يقتل ويصلخ بالناس ذاك ودا يفترب بين الناس بسلاحه، وذاك ودا يسجل فيديوهات ويهدد، وما شفناكم سويتوا له شيء. واللي باقى بأرزاق الشعب وباقى بقوت الشعب ذاك ودا يفترب أوروبا ودا يفترب دول العالم ودا يشتري قصور ودا يشتري مزارع ودا يشتري بيوت، وكو بيهم اللي تطور ويريد يشتري نادي رياضي ما شاء الله بفلوسنا، وما بيكم واحد قال له وين على عينك حاجة بفلوسك ذني منين؟ ويجي واحد يتعارك بالشارع ينحكم مؤبد وإعدام. يعني هسه بالعراق تقتل عادي بس تتعارك تاخذ مؤبد، هيك افتهم هاني. احول لرسائل الواتساب، عندي رساله وصلتني من ام نور من الموصل. السلام عليكم اخويا، احيي قناتكم العظيمه اللي بس هي طالب بحقوقنا. استاذ افل، مطلبنا الوحيد العفو، اللي نطلبه من الله ومنكم فرح الامهات قبل العيد. اريد من وزير العدل ورئيس الجمهوريه برهم صالح يرحمونا، الله يرحمهم بالدنيا وبالاخره، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حسبي الله ونعم الوكيل، على كل واحد ما يوافق على العفو العام. رساله اخرى، السلام عليكم، بارك الله فيكم، انقذوا حياه السجناء بالعفو العام، الفرج عاجل يا الله، هواي أبرياء محكومين إرهاب باطل، لا مشتكي ولا اعتراف ولا قاتل ولا شاهد ولا انتماء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنتم صوت الحق وصوت نصرة المظلوم. السلام عليكم أخي، أني أطالب بالعفو العام، والله ملينا، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ليش ما تطلعون المعتقلين؟ والله أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية أخي. كمال الله فرج، أفرج عليك، صبر إن شاء الله، فرج على الجميع المعتقلين، أختك أم أنس. رسالة أخرى، إلى متى هذا السكوت؟ أولادنا مرضى وراح يموتون بالسجون والحكومة ساكتة، نريد العفو، ارحمونا وطلعوا ولدنا من السجون، وهذا شهر المغفرة والرحمة، اعفوا عنهم وفرحونا الخاطر دمعتنا إحنا الأمهات. وشكرا لكم ولك أخي الكريم على هذا البرنامج الجميل، لا شكر على واجب أختي الغالية. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، أنا أبو عادل من الأنبار، أناشد قناتكم الشريفة توصلون صوتنا، إحنا أهالي معتقلين رزازة، أريد الحكومة تشوف ولدنا وين صاروا وليش ساكتين وما ينطون جواب، والله تعبنا، حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم، نناشد من خلال قناتكم العزيزة بالعفو العام، والله تعبنا، حسوا بينا، إحنا زوجاتهم وأمهاتهم أطفالهم ماكو غيرهم، يا حكومة العراق عتبنا على المرجعية الدينية الساكتة، صار 7 سنين محكوم 15 سنة، والله تعبنا، عفى الله عما سلف، الله يعفو، أنتم شنو من ملة؟ العفو العام مطلبنا، الأطفال فرحوهم وبرجعة آبائهم من السجون. تحياتي لقناتكم العزيزة، أخوتكم من بابل. السلام عليكم،
حياكم الله. الحل في العراق بانتفاضة وثورة شعبية عارمة للتخلص من ثلة حرامية والطغاة، ثورة وثورة وانتفاضة هو هذا الحل. الكلام يطول جدا لكن الشعب لازم يحسم أمره ويروح يأخذ حقه وينتقم من حكام المنطقة الخضراء. تحية قناتكم الموقرة، أخوكم سيف من الأعظمية. عندنا اتصال يعقوب من الموصل، حياك الله. حياك هلا بيك. تعرفين؟ نعم تفضلي. أنا ولد. هلا بيعقوب. شلونك صحتك؟ هلا وبيك حبيبي، قول. تعرفين والله احنا ثلاث نسرات، يعني هاي المواد المول ما نجيب قونية قونيتين مواد ما تكفينا، ما تصير. زين؟ إيه؟ هسا والله أبي الشهيد وقاعدين في المخيم، يعني ليش تيجي؟ هسا الموظفين 24 ساعة يجون من الصغير، يعني حسام بس نام حبر على ورق. يعقوب أنت شقد عمرك؟ أنا يعني عمري 10، مواليد 2010. عمرك 10 سنوات. نعم أستاذ. الله يعطيك طولة العمر حبيبي. ماشي. كمل لي شنو تريد تقول بعد؟ ايش كان بسيط. شكرا. شكرا لك يعقوب. صدقوني هالاتصال هذا كل اتصالات البرنامج بكم، وهذا بحده بكم. طفل عمره 10 سنوات. من المفترض ان هذا الطفل لا همه مخيم ولا همه نزوح ولا همه سياسه ولا همه تعب ولا همه شيء. من المفترض هذا الطفل قاعد يلعب، طبعا بالإضافة إلى الدراسة. ليش؟ لأنه طفل. بس يجي طفل بهالعمر يحكي بهاللهجاي، هذا حال العراقيين وراء 2003. أم هناء من الموصل، حياك الله. حيا ودي أم أخوي يرحم والديك. والديك الرحمة. أخوي أدخل ابنك يمي يرحم والديك على مدرك خلص اشتراك. نعم. أنا عندي بنات اثنين. ها؟ بنات؟ وزوجي أم هنا بنات. نعم. اثنين. نعم. وزوجي تورط له بشهر زمان، ورطه على الجواز حيثيات وأكبر مدخن حتى ما يلتزم بالدوام. احتمال 15 سنة، وهسه عند رمضان العام أنا ما شايفته، وأنا عندي انسداد بالشرايين ومريضة ولا راتب ولا ولد ولا شيء. فأريد يعني هلا هلا بالمروة أريد عفو على ما عندهم شيء. نعم العفو العام. نعم. اي والله ليا بول مروه ليا اهل الغيره اهل الرحام. الله عندي شيء لا ساكل ولا مفجر، فك امي يا اخي بخت الله. نعم ان شاء الله. وصل صوتك ام هناء، وهذا مطلب يعني اغلب المتصلين او كل المتصلين مطلبهم الوحيد هو العفو العام وتبييض السجون خصوصا بجائحه كورونا. شكرا شكرا جزيلا لك ام هناء. ارجع للواتساب. السلام عليكم، أنا أم أحمد من بغداد. والله وحق شهر رمضان المبارك، ما عندي أمل بهاي الحكومة ينطون عفو، أملي بالله العظيم وأقوى والله ينتقم منهم ذول الظلام السفلة جايين ينتقمون من هالشعب المظلوم. رسالة أخرى، السلام عليكم، هذا شهر رمضان المبارك عليكم يا قناة الرافدين والكادر وإدارة القناة ومقدم البرنامج والمخرج الأصيل، مبارك عليكم الشهر. وعذروني أقدم التهنئة، هذا أول أسبوع الشهر رمضان وكنت متأخر، وأقدم التهنئة لهيئة علماء المسلمين وعلى رأسها الدكتور مثنى حارث الضاري، والله يرحم الشهيد والشيخ الجليل حارث الضاري في جنات النعيم. تحياتي لكم والكادر وإدارة القناة والمخرج ومقدم البرنامج، وأنا متابعكم وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أخي الكريم على هذه الرسالة ورمضانك مبارك. السلام عليكم، أنا سارة أخويا انحكم 20 سنة ظلم، وساوموني بالشرف ضباط مكافحة المنصور قبل ما ينحكم أخويا، وخل تعرف حكومة الفساد المكافحة ديساومون حتى بالعرض ولو مبالغ مالية طائلة، بس أقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم بجاه الشر الفضيل، إن شاء الله بعرضهم وعافيتهم وبرزقهم تبين حوبتنا يا رب. يعني رسالة قوية، يعني إذا ما يلقون فلوس يقعدون يساومون بالشرف. ما شاء الله على الحكومة العراقية بها عدل كبير.
السلام عليكم استاذ، وياكم محمد من الرمادي. اخي والله تعبنا احنا اهالي معتقلي الرزازه، والله قضانا رمضان بس بكي، والله شوف اطفالنا يبكون شنو ذنبهم، ينحرمون من ابهاتهم اكثر من 4 اعوام، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ابرياء، فرحوا الاهالي، الله يفرحكم بشهر الفضيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مناشدة من والدة إلى كل شريف، إذا دمعة الأم غالية على الشرفاء أطلب منهم أن ينشفون دمعتي ويفرجون عن السجناء، والله كتلني الانتظار وبعد ما ظل عندي حيل، العفو العام مطلبنا. السلام عليكم، حبيت أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المواطنين، ومن خلال هذا المنبر أريد أوصل صوتي بشأن السجناء من النساء، ليش ما يطلعون النساء هن لا حول ولا قوة، شكوا ساجنيهن، فرحوا أطفالهن وأهلهن، وجاي عيد، الله يوفقكم، تحياتي أم نور من بغداد. وأعتذر من باقي المتصلين والمشاهدين اللي كتبوا لي رسائل كثيرة، لكن الوقت أدركني وما قدرت أقراها جميعا، وأعتذر من السادة المشاهدين اللي يحاولون يتصلون بالبرنامج وما قدروا يتصلون بينا لضيق الوقت. نلتقيكم إن شاء الله على خير باكر بنفس الموعد، إلى موعد اللقاء، في أمان الله.